ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمر عبد الرؤوف، فيديو جديد. فيديو النهارده ابو الانوار الخنكه، طبعا ده الرد تقريبا هيبقى على الجوكر برضو، يعني هيبقى مروان موسى والجوكر على ما اعتقد، ولا ابو الانوار مش هيرد على الجوكر. بس قبل ما نبدا، اوكي انا هنا هو بعمل رياكت، لو انت بتعرفنيش اتفرج على الفيديوهات القديمه وتعرف لي انا بعمل رياكت على الاغاني العربي. اوكي فانا هنا هو يعني بحلل، يعني بالنسبه للبيف اللي بيحصل ده اقدر احلل شويه، اوكي، مع ان في العادي انا ما بحللش، يعني بعمل رياكت اللي هو عادي بسمع الاغنيه لاول مره، وده اللي بعمله برده في البيف الموجود ده. اوكي في كل فيديو بعمل رياكت او اللي هو بحلل فيه لاول مره بسمعه، يعني مش ببقى سامعه او محضر اي حاجه اتكلم فيه. اوكي وبالنسبه برده الفيديو، انا لو انت جاي على اساس ان انت هتسمع الاغنيه وعلى اساس ان انا هوقف وهتكلم وهتسمع الاغنيه وبعد كده اوقف واتكلم، بالنسبه لابو الانوار او الجوكر انا بقص وبحط بس كلامي بس، اوكي، عشان بيعملوا بلوك مش كوبي رايت. اوكي كوبي رايت حاجه ثانيه، مروان موسى كان عامل لي كوبي رايت عادي مفيش اي مشكله، بس بلوك يعني محدش يقدر يتفرج عليه، اوكي، فيديو غير انا كانه برايفت. فبسبب الموضوع ده انا هقص الحتت، اوكي، واتكلم في الحتت اللي هو الحاجات اللي هي اخدت بالي منها او اللي هو عايز اعرف معناها ايه او هو بيتكلم في ايه بالظبط. اوكي على الرغم ان بيف انا حاضره، بس احيانا في حاجات ممكن تكون فاتت مني او واقعه مني بتكون حصلت قبل كده قبل اصلا ما ابتدي اسمع عربي. ف هو ده هيكون الرياكت بتاعي او الفيديو بتاعي بتاع النهارده. اوكي ما علينا، خلينا نبدا ويلا ليتس جو. اوكي خبر سيء، جه المريض بيعاني من هلاوس. هو قصده عشان هما كان ذكر قال له انت ابيض، اللي هي ثلاث حاجات. اوكي ده الناس برضو شرحته لي لاني ما كنتش فاهم، اوكي، بسبب الصوره وان هو كان مشاور وعينيه تحت عينيه في ازرق وبتاع او اسود. اوكي فمع ان برضو الواحد لو من قله النوم بيبقى تحت عينيه اسود، انا تقريبا عندي برضو تقريبا ما اعتقد، ما علينا. فطبعا هو بيقول له انت ابيض بالنسبه ان هو ابيض ابيضاني، وبالنسبه ابيض ان هو ما بي على مروان موسى ان هو يعني ما بيقولش حاجه في الاغاني بتاعته، وابيض على اساس ان هو بيشد بودره. اوكي فان هو بيقول هلاوس بسبب الموضوع البودره. اوكي ما علينا خلينا نكمل. بعدين قعد يزعق قال عندي اجتماع مدارس عشان استدعاء ولي الامر. اوكي خلينا نكمل يلا. جرايد كهربا زياده ابو الانوار يفصل ايه، يفصل حاجه، ما علينا. هو تقريبا احنا هو بيقول الكهربا بالنسبه عشان هو ابو الانوار، كهربا الانوار فهو يكهربه اللي هو يعني يعالجه بمعنى اصح. واو اوكي خلينا نكمل. اوكي هو بيقول له اركب الماني عادي، ولو هركب امريكي هركب كامارو عشان مارو. اوكي كامارو يا ابن اللعيبه. اوكي يعني هو هيركبه بمعنى صح، يعني لو عادي ممكن اركب الماني على اساس ان هو الماني مروان موسى ان هو نصه الماني، ولو هركب امريكي هيكون كامارو عشان مارو. يعني انت مركوب يا مارو. اوكي على فكره بالمناسبه انا من ضمن الفانز بتوع مروان موسى. اوكي خلينا نكمل. ازاي بيعيب في ميمو وهو اصلا اسمه مارو؟ مع العلم برضو انا اسمي يعني النيك نيم بتاعي مارو تاليان. اوكي فاسمي مارو، وانا برضو في الرياكت اللي هو بتاع مروان موسى انا قلت ازاي يا مارو انت بتذكر يعني بيتعب في اسم ميمو وانت اسمك مارو، اللي هو انا اعترفت ان اسم مارو مش جنب ميمو يعتبر شيخه. اوكي ده انا اعترفته، وده يعتبر نيك نيم بتاعي على فكره، يعني لو دخلت على الفيسبوك بتاعه وانستجرام هتلاقي مكتوب مارو تاليان وش كده. اوكي فاللي هو ذكرها هنا دلوقتي. واو اوكي ممكن يكون كان بيتفرج عليا، ممكن، استحالة. ما علينا خلينا نكمل. ما يعرفش يعمل اي حاجة يجيب لها كتاب، هو يقصد ان هو بيقرأ عن الحاجة لو هو ما بيعرفش يعملها فبيقرأ عنها. فطبعا معتقد ان انت كده بتثقف مروان موسى، يعني بيثقف نفسه بنفسه، ده لو هو قصده فعلا بالحرفيا كده ان هو فعلا لما ما بيعرفش حاجة او يعترف اي حاجة فيجيب له كتاب اللي هو يعني يقرأ عن الحاجة. اعتقد ان دي حاجة المفروض ان كبني ادم عايش في العصر اللي احنا فيه ده المفروض نعمل، كلنا المفروض نعمل كده. انا شخصيا بعمل كده برضو، لما حاجة بتقف معايا ممكن اعمل سيرش، ممكن اتفرج على فيديوهات، ممكن اشوف لو حاجة ممكن اقرأ عنها
بحيث ان انا اقدر استفيد او اعرف ازاي استعمل الحاجة دي او اتعامل مع الحاجة دي. فانا مش شايف ان دي هتبقى مشكلة يعني بالنسبة كبني ادم. اوكي، لان كل الناس بتعمل كده. ده اللي هو قصده، اللي هو المعنى اللي انا بشرحه دلوقتي، اللي هو ليه معنى تاني، ويا ريت حد يفهمه لي برضو لو ليه معنى تاني. يبقى اوكي، ما علينا نكمل. يحرق ثواني، هو هنا بيقول له يفضل يحرق ويحاول ويتثقف. طب انت كده انت بتنضح فين؟ ما علينا، خلينا نكمل تاني برضو. المكسيكي شطه يلعب في البانيو بالبطه، خرمه دايما والع شطه. انا ما كنتش جاي اسلم، كنت جاي انهيك على مروان موسى لما بيقول ان هو لما جه وسلم، وان هو مروان موسى ما مدش ايده عليه، يعني ما مدش السلام، يعني ما ردش السلام على ابو الانوار. اوكي، كمل. يا ابن اللعيبة يا ابن اللعيبة، والسلام لله يا ناقص. فعلا السلام لله، يعني فعلا مهما كان مشاكل وحد جه يسلم عليك مفروض تسلم عليه. فعلا فعلا. اوكي، مديت ايدي ورجعت فاضية. فانز عرفت قلة اصلك، ما ترجعش تقول لي انك مافيا. اوكي، بالنسبة للمافيا، يعني المافيا احنا عارفين المافيا بيعملوا ايه. اوكي، فعلى ما اعتقد في حوار المافيا مفيش اصول، هو في قوانين بالنسبة للمافيا، لكن اصول كاصل ان انت اوكي. هي مع طريقة الفلو بتاع الكلام بتاعه. اوكي ماشي، هي شغالة، بس كمعنى ان المافيا المفروض ان هم التالت قتلة، يعني ما عندهمش حتة الاصول. لو احنا نتكلم عن بالنسبة للمافيا فعلا بجد، اوكي، لو هناخدها بجد بجد كلمة مافيا، يعني فالمافيا ما عندهاش اصول. هي قوانين ان انت لو دخلت المافيا لو طلعت منها هتتقتل والجو ده. لو انا بتكلم عن المافيا فعلا ايطالية بجد، اوكي، لكن بالنسبة ماشي ما علينا، خلينا نكمل. اوكي، هو يعني هو ذكر برضو الحتة اللي هو لو مد ايده المفروض من الاصول انك تسلم حتى لو في مشاكل. اوكي، هو ذكر اصلا. اوكي، انا بتكلم قبل اللي هيتقال. استدعاء ولي امر محمد جاي عشان يرفضه. محمد، انا سمعت ان كان ليه من ضمن الشخصيات لابو الانوار، او من ضمن يعني الاسامي بتاعته محمد شكل حاجه زي كده، او محمد مشاكل حاجه زي كده، حاجه شبيهه زي كده، عشان كان برضو مروان موسى ذكرها وانا ما خدتش بالي منها، اللي هو ميمو مازن اللي هو ابو الانوار، ابو يوسف، محمد مش فاكر محمد ايه، محمد حاجه غلط في الاخر، محمد حاجه، محمد مدمن حاجه زي كده، على حسب ما اتذكر يعني. فهنا هو دلوقتي بيذكر نفس الاسم محمد جاي، اللي هو جاي يرفده، فاهم؟ اوكي، خلينا نكمل. على الرغم ان مروان موسى لما ذكر حوار محمد ده على ابو الانوار، اساس ان هو ابن ابي يوسف، لما بيقول له ازيك يا سان، ازيك يا فريند، ولا ازيك يا فريند، ازيك يا سان، حاجه زي كده. فريند اللي هو ابي يوسف، وسان اللي هو ابو الانوار. علي، خلينا نكمل. اوكي، هنا هو بيتكلم على لون الشعر، لما بيقول له انا صبغت شعري اللون اللي انا بحبه على البينك، وانت صبغت شعرك اللون اللي انت بتشده اللي هو الابيض. اوكي، انا صبغت الابيض بس انا ما بشدش حاجه. اوكي، انت عملت قبل كده ابيض بس ما كانش ابيض ابيض، كان مصفر رسيكه. فاللي هو اوكي، هو بيحب اللون البينك. اوكي، انا كولد برضه بحب البينك. اوكي، يعني انا عارف ان احنا يعني كان جات علينا فترة زمان في مصر ان ازاي ولد يحب اللون بينك، مع ان الالوان ما فيهاش ولد وبنت، يعني القانون ده انا مش عارف مين اللي اخترعه بصراحة. كان مريض نفسي تقريبا، او عنده مشكلة في بالنسبة للذكور والانوث، او كان عنده عقدة تقريبا من الالوان حاجة زي كده، واللون ده نفسه البينك كان عنده عقدة، فبقت عندنا بالنسبة للوطن العربي ان هو عيب. فلو انا مش شايف ان هو عيب بصراحة، يعني بينك انا من ضمن الالوان اللي بحبها يعني بصراحة. اوكي، ف انا مش شايف ان هو عيب ان انت تعمل شعرك برضو بينك، بالعكس انا حابب الموضوع ده، يعني انا حابب ان ابو الانوار، مع ان انا مش ما اعتبرش فين لابو الانوار، بس انا حابب ان هو سابق شعره بينك، ان هو عامل حاجة مختلفة، ويجز عامل شعره ازرق، يعني الحاجات دي عجباني ان الناس ابتدت تعمل الحاجات دي. اوكي، دي حاجة حلوة، انا مش شايف ان هي حاجة وحشة بصراحة، انا مع الحاجه دي، مش ضدها بصراحه، يعني اقف مع الحاجه دي.
في ناس ممكن تبقى ضدها، اوكي دي حاجة على حسب حسب ثقافة الناس يعني، بتفرق بصراحة. ما علينا، خلينا نكمل. تالي نفسك تبقى بجرأة ويجز وتصبغ ازرق، بس مش هعرف يا نور. بس ذاكر برضه حوار ويجز. نفسه يصبغ شعره ازرق بس مش هيعرف عشان ما عندوش جرأة ويجز. اوكي طب هما مدخلين ليه ويجز في الموضوع؟ اوكي هو بس اتذكر عادي يعني. انا عارف ان هو ما يعني ما غلطش في ويجز. انا عارف ان ابو الانوار ما بيغلطش في ويجز، هو بيقول ان هو ان ويجز عنده جرأة ان هو يعمل شعره ازرق. اوكي فعشان كده هو تقريبا ابو الانوار برضه عمل شعره بينج. بس ممكن ويجز يعتبرها ان هي اهانة. بس ازاي اهانة واحد عامل شعره بينج؟ اكيد استحالة استحالة، مش هياخدها بمحمل ده اكيد يعني، اكيد دماغه كبيرة. مش وبعدين ويجز مش هيبقى فاضي اصلا للبيف ده بصراحة يعني، باللي هو بيعمله دلوقتي ان هو في كل دولة بشكل وبيغني مع كل حد شكل، اما اعتقد هو مش هيبقى فاضي للبيف ده اصلا اصلا. وانا اتمنى ان ويجز اصلا ما يخشش في اي بيف اصلا يعني، الناس تسيبه في حاله كده ان هو ايه، سمعنا بقى الدول التانية فاهم، الدول يا ريت بقى يشرخ يجيب مثلا المان مثلا فاهم، في ضمن الاغاني المان بقى، روس على كوريين على يابانيين على افغانستان على هندي مثلا، يسمعنا الناس دي يا ريت، ويوصل يبقى عالمي جامد فشخ. انا اتمنى بصراحه. ما علينا، خلينا نكمل. راس مال دي كانت اغنيه تقريبا لمروان موسى تقريبا على ما اعتقد، صح؟ راس مال صح ولا ده كان مسلسل؟ والله ما فاكر، بس هو تقريبا ان هو ابو الانوار تقريبا هو كل الدسات بتاعته بيذكر فيها حاجات لازم على ما اعتقد. اولا يعني بتتعمل كده، ثانيا لازم 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 يجي لي باتل يا مورو، لازم عشان فيس تو فيس تبقى مختلفه تماما. اوكي هو عايزه يجي له باتل يعني يجي له في ملعبه. ابو الانوار انا سمعت عنه ان هو اصلا كان باتلر، ما كانش اصلا بيغني راب في الاول، وبعد كده ابي يوسف شافه واعجب بطريقته وحب ان هو يعني يشتغل معاه، بعت له زي تقريبا بيت حاجه زي كده، وخلى ابو الانوار يعني يبتدي يغني تقريبا. ده على حسب علمي، انا مش عارف اذا كنت انا صح ولا لا الكلام ده صح ولا لا، بس هو كان في حاجات كان ذكرها قبل كده برضو في الديس اللي فات تقريبا، كان ذكر برضو الموضوع ده. فيا ريت برضو لو حد يعرف اي حاجه زياده يا ريت يعرفني. اوكي ما تبقاش بخيل، عرفني. اوكي عرفني. اوكي خلينا نكمل. اوكي كان في خناقه في كومباوند ونادى الامن. اول حاجه ابو الانوار، انا حاسس ان ابو الانوار هو كدس قوي وكل حاجه، ما عنديش اي مشكله. اوكي بس في حاجات اللي هو يعني انت في كومباوند المفروض ان انت في امن، فانت لو ما جبتش الامن كده كده الامن هيجي فاهم، وانت عشان تلم الليله وعشان برضه ما تتاذيش وما يبقاش شكلك وحش بما انك حد معروف زي مثلا مروان موسى. اوكي انا دلوقتي انا بدافع عن مروان موسى، انا عارف ان في ناس هتبقى متضايقه، بس انا بتكلم في حاجه فعلا واقعيه يعني. حط نفسك انك مثلا معروف وحصلت مشكله ما فيهاش رجوله دي يعني فاهم، لما يعني اللي هو انده الامن وانجز الموضوع فاهم. انت واحد والله انت معروف ومش عايز تبقى في مشاكل فاهم، مش عايز تخش في مشاكل فاهم، مش عايز اللي هو يبقى يعني الناس تسمع عنك ان انت بتاع مشاكل معنى صح. اوكي فاللي هو انا شايف ان مروان موسى اللي عمله مش بعيب بصراحه في مروان موسى اللي هو عمله، انا شايف ان هو صح يعني. ابو الانوار لو عمل كده برضه هقف في صف ابو الانوار. لو مروان موسى ذكر ان هو مش عارف ندى الامن في كمب عشان بسبب كمباوند، مش هقول ازاي ينده الامن طبيعي انت واحد معروف. ما علينا، حتى لو انت مش معروف هتنده الامن فاهم، لان انت مش عايز تعمل مشاكل يعني، مفيش حد بيحب المشاكل فاهم. انا مش شايف ان هي الحته دي تعتبر. ما علينا خلينا نكمل. دستك خارة عاملة زي بطاطس ماك لما تجلد، ده على حسب ما انا سمعت. بطاطس ماك لما تجلد، طب احنا عارفين طعم البطاطس لما بتجلد طعمها زي الزفت. ف بالنسبة للدسات بتاعت مروان موسى بصراحة أنا اتفاجئت بصراحة، الناس كتير قوي بالنسبة للرياكترز كتير اتفاجئوا من أسلوب مروان موسى. أوكي فالحتة دي أنا مش مع مروان، مع أبو الأنوار. أبو الأنوار
ده اسمه بحس ان هو تقيل على لساني بصراحة، ابو الانوار. يا جماعة والله انا محايد، اقسم بالله انا محايد، انا عارف ان كلامي بس هو بالنسبة لديس بصراحة، بالنسبة لديس هو لحد دلوقتي، انا 2:44 لحد دلوقتي هو الديس جامد فشخ يعني، يعني كديستراك هو جامد فشخ، مفيش اي مشكلة. بس انا في معاني يعني، فاهم اللي هو توقف وتركز كده في الكلام، اللي هو تحس ان هو لا انا كنت عايز حاجة، فاهم اللي هو اقول لك اه اوكي ابو الانوار كذا، فاهم ابو الانوار صح، ازاي اصلا ان هو ينده الامن مثلا، فاهم ازاي دي مش رجولة ان هو ينده الامن، فاهم يعني اقف في صفه، لكن ان هو نده الامن انا مش شايف ان هي مشكلة، مش شايف ان هي مشكلة يعني. خلينا نكمل بس قبل ما نكمل، حد فاهم اوكي يعني، لو انت بتحب ابو الانوار ما بتحبش مروان موسى، بس يا ريت تفهم انا بتكلم في ايه، فاهم اللي هو انا عايز حاجه اللي هو اقول اه اللي هو اقف في صف ابو الانوار وانا بسمع ديس. اوكي انا كده كده محايد يعني، انا مش مع ده ولا ده، انا بالنسبه للبيف اللي بيحصل ده انا مستمتع جدا، اوكي مستمتع جدا، مع اني ما بحبش البيف زي اي بيف ايا كان في اي دوله، ايا كان بره او هنا في الوطن العربي ما بحبوش، بس بالنسبه ان انا حاضره ناس اللي هو ده شويه وده شويه، وان انا شايف مروان موسى مختلف تماما عن كل الاغاني اللي هو عملها قبل كده، فاهم، واقدر اسمع الكلام اللي هو بيقوله، في كلام بيطلع من بقه فعلا اقدر افهمه غير شيراتون، مع ان انا بعشق اغنيه شيراتون اوكي، على الرغم ان انا مش فاهمه بيقول ايه، بس عجباني عشان بسبب البيت، ودي اول اغنيه اصلا سمعتها عربي، دي اللي خلتني اسمع من رياكت لو حد يعني إيه، ما علينا، عشان كده بقول لكم اتفرجوا على الفيديوهات القديمة عشان هتعرفوا. المهم خلينا نكمل، اللي عايز اشوف افلام عربي عايز اتقرب من المصريين. عامة انا واحد عايش في ايطاليا اوكي، بس انت بالنسبة ان انت تكون قريب من المصريين دي مش محتاجة حاجة يعني، مش محتاجة اصلا افلام بصراحة، حتى لو انت عايش برا يعني، انت لو من صغرك عايش برا وعايز تتقرب من المصريين، انت مصري كده كده انت قريب من المصريين مهما حصل، فاهم، مهما مر بيك الزمان برضه هتفضل مصري وهتفضل قريب بالنسبة للمصريين، لو اتكلمت مع أي حد مصري هتكون قريب، هتحس إن أنت برضه مفيش، مش هتحس إن في فرق، فاهم، أو الناس ده على حسب برضه الشخص إذا كان هو تينك ولا مش تينك، لو أنت مش تينك الناس مش هتحس إن أنت في ما بينك وما بينهم فرق، فهم بالتالي أنت برضه الإحساس ده هي يعني هي هي يلف لك برضو، هيكون برضو بالنسبة لك يعني انت مش هتحس بفرق برضو اللي قدامك، لان انت مش مديله برضو الاحساس بالفرق، ان انت ده انتوا فاهمين انا بتكلم في ايه، احساس ان حد بيسافر، لان احنا عندنا في مصر ودي حقيقة اوكي، اللي بيسافر بره بالنسبة لهم حاجة، انتوا فاهمين قصدي، انتوا فاهمين قصدي صح يعني، انا بحاول بجد اتكلم وفي نفس الوقت تكون الناس تقدر تستوعب انا بقول ايه، او اللي هو انا عايز اوصل لايه، وفي نفس الوقت في كلام ما ينفعش انطقه اوكي، فده اللي بحاول ان انا اخلي بالي منه اوكي، عشان ما عنديش فلتر اصلا اوكي، الكلام بيطلع مني زي ما هو كده، فاهم، مفيش فلتر، ما بعرفش افلتر كلامي، بس اكيد الناس عرفت انا عايز اقول ايه. معني خلينا نكمل اوكي، حط له افلام، بس حط فيها برضه فيلم ثقافي يعني، ابراهيم الابيض بقى كده فيلم ثقافي، فيلم ثقافي اللي هو كان حاطط الصوره بتاعت الفيلم الثقافي، عشان ابو الانوار لما بيقول له انا عارفك ان انت بتحب فيلم ثقافي على اساس ان هو غلط تقريبا في الحريم حاجه زي كده، وعشان تقريبا في ما علينا خلينا نكمل. هو مش فاكر كان ذكر ايه مروان موسى بصراحه، مش فاكر قوي اوكي، ما علينا خلينا نكمل. محمد نور ده الناظر عشان استدعاء ولي امر، فده محمد نور، انا ان هو الناظر، محمد نور تقريبا هو ابو الانوار اوكي، على حسب اني برضو حد يعرفني عشان انا ما اعرفش اسمه الحقيقي، لان حد قال لي ان هو اسمه محمد اصلا، بس محمد حاجه او تقريبا اسمه نور اما اعتقد، مش فاكر والله، كان حد برضو قال لي حوار الاسم لما حاولت انزله كذا فيديو ما عرفتش عشان مسوي بلوك. ما علينا خلينا نكمل اوكي. الحته دي جامده فشخ، ذكر فيها افلام من اول ابراهيم الابيض ابن اللعيبه. طبعا انا في حته اللي هو يعني هو ده انا بتكلم فيه، لما بقول ابو الانوار لما تيجي تدس حط حاجه ان انا اقدر اقف معاك فيها، طبعا زي مثلا العناوين بتاعت اغاني بتاعت مروان موسى، انا عجبتني الحته دي فشخ، وان هو اللي هو يعني بمعنى صح اللي هو يا جماعه انا مش بس عناوين برضو مروان موسى، مروان موسى ذكر بس فيلم ثقافي اوكي، طبعا هو ذكرها تاني ان هو ابو الانوار.
اللي هو ذكر فيلم ثقافي مره واحده بس، وبعد كده جاب لي عناوين الاغاني بتاعتي، فلا انا هعملها افلام. اوكي، وعلى ما اعتقد بقى الديس اللي هينزله المفروض مروان موسى، المفروض تقريبا هيبقى برضه فيه اسامي افلام على ما اعتقد. اوكي، وجايز يجيب له افلام برضه اجنبي على ما اعتقد، حاجه زي كده ممكن، مش عارف مش عارف، جايز الله اعلم. لان الاثنين لما هو جاب العناوين بتاعت الاغاني بتاعته، مروان موسى جاب عناوين برضه الاغاني بتاعت ابو الانوار. طب انا ما عرفتش، عشان طب انا ما عملتش شاركت على ابو الانوار، فاللي هو مش متابع ومش عارف العناوين بتاعت ابو الانوار. اوكي، ما خدتش بالي خالص من ان انا بعمل رياكت في على اغنيه ابو على اغنيه مروان موسى. اوكي، يعني العناوين بتاعت ابو الانوار، اغلب الاغاني بتاعت ابو الانوار ما اعرفهاش اصلا. اوكي، يعني يعتبر انا بسمعلوش اصلا. اوكي، لان يعني بسمع العربي وقت ما انا بعمل رياكت بس. اوكي، فطبعا مش بايدي، مش ذنبي. اوكي، يعني هو مش ذنبي لان هو بيعمل بلوك لاي حد يعمل رياكت، لان مش الشركه بتاعته، الشركه يعني بتاعته او الترخيص اللي هو حاططها. اوكي، هو اللي بتعمل بلوك. اوكي، يعني جايز يكون مش هو اللي حاطط اصلا الفيديو، هو مش هو اللي بيعمل بيحط بيرفع اغاني، جايز الله اعلم مش عارف، ما علينا. فطبعا برضو البلوك ده جات لي كذا قناه. اوكي، اتكلمت فيها في فيديو قبل كده. اوكي، ما علينا. فطبعا الحته دي عجباني، ان هو يعني يدخل حته اسامي افلام برضو، انا عجباني. انا في حاجات بتشدني ممكن تكون تافهه بس بتعجبني. انا ما اعتقد برضو الحته دي هتعجب ناس كتير قوي، حته الافلام دي بالذات. يعني خلينا نكمل. فالاست للمكسيك، حلو الكلام، خليك على وضعك، كلنا نفس فالاست للمكسيك، خليك على وضعك. فالاست للمكسيك، خليك على وضعك. اوكي، خلينا نكمل. اوه، عرفنا ويجز جايب لمين الرضعه. ثواني، هو كده ذكر ويجز مرتين. اوكي، هو هل في مشكله ما بين مروان موسى وويجز؟ لان ويجز ال 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 الديس اللي نزله كان فيه رضعه في العربية الجولف من ورا. ايه، مش رضعة، اسمها ايه، الازازة بتاعت الرضعة اللي هو كبيرة فشخ دي. فهو هنا هو كان بيدس اصلا مروان موسى؟ انا ما اعرفش. اوكي، ما اعرفش، بسأل. فلو حد عارف يا ريت يعرفني. اوكي، هتبقى حتة جامدة فشخ. ما علينا، خلينا نكمل. نفسك تعمل زي المكسيك بس العيال اخدت بالها، او الفانز اخدت بالها، هو انا ما خدش بالي. لان انت مش بدي الفرصه لحد ان هو يسمعك يا ابو الانوار. اوكي، ما علينا، خلينا نكمل. او انزو صاحبكم النطع، هم عمالين ليه بيجيبوا في اسم انزو؟ ليه عمالين يشتموا في انزو؟ هو عمل ايه؟ انزو عمل ايه؟ انا لحد دلوقتي هم عمالين يجيبوا في سيره انزو. او تقريبا دي اول مره، بس هو عشان ذكرت في الاغنيه بتاعت عفروتو اللي انا افتكرتها ان هي كانت ديس، وطلعت اصلا معموله في 2019 وطلعت ان هي مش ديس اصلا. ممكن يكون انا حطيتها من ضمن الحاجات دي. بس انزو هو عمل ايه هنا؟ هو يعني انا مش شايف ان انزو ابو الانوار كده بيخبط كده بيخبط. اما اعتقد انزو المفروض تقريبا يرد. انزو اما اعتقد، ربنا يستر. هو موضوع عمال مش عارف، الموضوع عمال يكبر، عمال في الاول كانت بادئه كانت مروان موسى ابو يوسف، بعد كده دلوقتي دخل ابو الانوار، بعد كده الجوكر دخل. الموضوع عمال يوسع بطريقه غير طبيعيه. يعني بقالنا قد ايه في السنه الجديده دي؟ بقالنا 12 يوم، الموضوع بيوسع. ما علينا، خلينا نكمل. على الدغري، انا جاي يعني انا جاي انهيك، وفي نفس الوقت انا جاي اوكي. ابو الانوار، طب دلوقتي عفروت عمل ايه؟ بيقول لك ما تسكتش سانتا عشان مفرش ممكن يجيله جنونه، وطالع في كل لايفات عمال. انا بصراحه، انا عفروت انا احترمته في اللايف اللي هو عمله، ان هو بيقول ان هو مش فاضي ان هو يخش في حوار البيف ده. بس كده عمتها كده هتبقى كتير قوي. فانت دلوقتي اتكلمت على انزو، وبعد كده عفروتو. ابو الانوار مش هيجيبها البر. اوكي، مش هيجيبها البر
معلش خلينا نكمل. طب احنا في فرخه واكلنا الدينر فرخه، طب عمال يذكروا في حوار الفراخ، يبقى هم قصدهم على الميمز اللي طالع على مروان موسى. حوار الفراخ ده اكيد جايبين سيره مروان موسى، لان مروان موسى كان من ضمن الميمز اللي هو كان شبه كتكوت حاجه زي كده، كتكوت صغير اللي هو بنضاره ده، واللي هو انا كنت عملت رياكت قبل كده على اللي هو ميمز الراب اللي هو الديب ويب حاجه زي كده. هتلاقوا فيديوهات عاملها قبل كده اسمها ديب ويب الراب المصري حاجه زي كده، كنت عامل عليها رياكت. وكان من ضمن الحاجات كان في ميمز بالنسبه لكتكوت لابس نضاره وجايبين ان هو نفس الشاب يعني نفس الشكل بتاع مروان موسى، وانا قلت فعلا لان نفس الشكل يعني نفس تحس ان نفس الشبه، ممكن عشان النضاره مدوره. فعلى ما اعتقد هم عمالين يذكروا حوار الفراخ ده كتير، فعلى ما اعتقد هم قصدهم على الميمز ممكن، مش عارف. خلص الكلام، احنا عندنا الكلام ده مش اي حد يقولك الكلام ده. الحته دي جامده فشخ. الدقيقه استنوا من دقيقه خمسه، دقيقه رقم خمسه اوكي رقم مش عارف اقولها ازاي. من خمس دقيقه الحته دي جامده فشخ. السويتش اللي حصل ده جامد فشخ. هو مروان موسى جاب حد يكتب له الديس الاخير هنا، هو بيتكلم بيقول له هو جاب له حد يكتب له الديس لان هو مش بيعمل حاجه لوحده، مع ان انا يعني انا بالنسبه لي بصراحه يعني بالنسبه لي مش هو بالنسبه للديس المفروض المفروض انت تكتب لنفسك. انا عارف ان هو بالنسبه للراب ان هو ما ينفعش ان انت كرابر ان انت تكتب يعني حد يكتب لك الاغاني يعني يكتب لك الاغاني بتاعتك، انا عارف ده اوكي. وفي نفس الوقت انا بالنسبه لي مش شايف ان هي عيب، لان طول ما انت بتعمل حاجه حلوه او عاجبه الناس وناجح فيها خلاص فاهم، لان في ناس ممكن تكون حابه ان هي تسمعك ايا كان بقى حد كاتب لك او مش كاتب لك. فيعني حتى ابو الانوار لو هو في حد بيكتب له انا مش هيبقى عندي مشكله، يعني مش هقول اه ده بص ازاي رابر وازاي الناس بتكتب له ازاي المفروض هو يكتب لنفسه، مش شايفها ان هي مشكله. هو اي نعم ممكن تكون هي جت كده يعني ان الرابر في باتل مثلا بيقول له انت حد، ممكن تكون جت كده فبقت حتى برضه بره بالنسبه لاوروبا برضه ما ينفعش حد يكتب لك فاهم، المفروض ان انت تكتب لنفسك. انا مش شايفها عيب يعني بصراحه، انا مش داخله دماغي ان هي حاجه عيب او حاجه غلط ان حد يكتب لك الاغاني، انا دي مش شايفها بصراحه، انا ده رايي مش شايفها عيب. خلينا نكمل. عيب حطيت عليك بشعر بامبا يا اسطى، عشان بيقول له ايه ابيو شفت شعره، يا ابيو شفت شعره، عجبتني الحته دي فشخ. بيقول له حط عليك اوكي. هو بالنسبه ان ابو الانوار حط على مروان موسى فعلا يعني حرفيا للاسف 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 اوكي، على الرغم ان في نقط مش معاه فيها، بس كديس هي حلو يعني اللي هو كديس حلو فشخ عظمه. مارو ابن اخويا لما يغلط ابن اخويا، هم عمالين يقولوا على بعض انتوا عارفين يعني ايه يعني. ثواني بس عشان الحته دي بصراحه اللي هو معلش بقى، مروان موسى ابو الانوار انتوا الاثنين يعني الحته دي بصراحه انتوا كده اخوات. لما ده يقول ابن صاحبي ان هو ابن ابي يوسف، يعني مروان موسى بيقول على ابو الانوار ان هو ابن ابي يوسف، وابو الانوار بيقول ان مروان ان مارو اساميكوا ايه ان مروان موسى ان هو ابن ابي يوسف، فده معناه ان انتوا اخوات. اوكي خلينا نكمل. هو فعلا هو ذكر ليه البابا على البيت اوكي، ليه البابا فعلا دايما جامد فشخ، ليه البابا دايما جامد فشخ، ليه البابا دايما جامد فشخ. انا من الناس اللي بعشق ليه البابا، يعني اي بيت يعمله جامد فشخ يعني مش محتاج ان حد يتكلم فيها. ف اوكي كفايه الجزء اللي هو من خمس دقيقه دي، الجزء دي لوحدها شكرا يعني شكرا. خمس دقيقه انت الديستراك نفسه قد ايه؟ 7 دقايق و40 دقيقه، يعني في حتت كتير قوي في الجزء اللي هو 3 دقايق و40 دقيقه التانيين دول
في كذا كذا حته جامده فشخ بالنسبه كبيت يعني، كبيت كشغل بروديوسر جامد فشخ. انا خلينا نكمل. بيقول مارو ان هو نزل قهاوي ومفرش عمال يذكر في عفروتو، انت عمال تنكش في عفروتو كتير قوي. ابو الانوار عايز عفروتو ينزل برضو يعني، دي امي. انا ما اتمناش بصراحه، انا اتمنى ان البيف ده يخلص يعني، يخلص في اقرب وقت، لان لو طول اكتر من كده الناس هتمل، الناس هتزهق وهتمل بصراحه، لان هما بقالهم 12 يوم بس يعتبر كتير. خلي بالكوا اوكي، انا مش عارف البيف العادي المفروض بيطول قد ايه، او اي بيف قبل كده اطول بيف طول قد ايه، ما اعتقدش. الناس هتمل، الناس مش هتفضل في البيف ده كتير اوكي، وهم اصلا بالنسبه للدسات الكلام عندهم هيخلص، او الداتا اللي عندهم ممكن تخلص اوكي، مع ان هو يعني ان ابو الانوار ان هو عنده داتا تكفي شهر حاجه زي كده، تكفي شهر يعني، المفروض ان هي تقعد معانا تقريبا شهرين او 3 شهور على حسب اوكي، لان كل كام يوم تقريبا 3 ايام لو نحسبها، كل 3 ايام تقريبا في ديس لكل واحد فيهم انا ما اعتقد اوكي، لو نحسبها يعني انا بحط فرنج ممكن 3 ايام او يومين حاجه زي كده، 3 ايام تقريبا، 3 ايام عشان هم 4 دلوقتي، ف 3 ايام ما علينا، فاللي هو كافيك يبقى كده 3 شهور، ممكن 3 شهور او ممكن 3 شهور لو على حسب الداتا، لو هي فعلا هتقعد معاه شهر اوكي. خلينا نكمل. في الجراج كنت بدور على الماني عشان عايز لي الحمد لله بحب الياباني، الحمد لله الحمد لله. بالنسبة على العربيات انا بحب الياباني، جي دي ام بيبي، لاني خلاص انت لو رديت انا مش هرد عليك تاني، زقتك بما فيه الكفاية، فانا شايف ان انت تيجي باتل مش هرد عليك تاني. كيسو كيسو حلوة يا دي يا كيس تشا تشا تشا، سنة حلوة يا دي يا كيس تشا تشا تشا. انت بتراوش عليا قدام الناس يا محمد. اوكي اوكي يا ابو الانوار اسمه محمد اوكي، يا رب مروان موسى ما يردش، انا اتمنى ان مروان موسى ما يردش بصراحه يعني، انا بالنسبه لي خلاص كده يعني فاكس قوي يعني، انا نفسي الموضوع ده يخلص بصراحه، انا زهقت، انا واحد من الناس انا زهقت من البيوت ده بصراحه، زهقت جدا، لو انا عايز اسمع حد تاني، عايز اعمل على حد تاني، انا زهقت. بتجيب مشاهدات على فكره يعني، بالنسبه للمشاهدات بالنسبه للبيف هي بتجيب مشاهدات كتيره فشخ وبتعلي القناه وكل حاجه، بس انا بصراحه شخصيا انا ما ببصلهاش من الناحيه دي يعني، انا ما ببصش من ناحيه اللي هو انا عايز استمتع، عايز اعرف الناس تانية بتغني ازاي اوكي، فانا ده بحاول برضو اعمله برضو في وسط البيف، مع ان الايام اللي فاتت دي اللي هو بس القناه كانت قايمه على البيف بس اوكي. اوكي مشاهدات حلوه وكل حاجه وحاجه جميله جدا، بس هل انا كنت مبسوط؟ لحد ما بالنسبه للمشاهدات مبسوط، بس بالنسبه كان انا بسمع لنفس الاشخاص مش مبسوط، وبالنسبه ان هم بيغلطوا في بعض انا ما كنتش مبسوط بصراحه. مستمتع في ساعتها، بستمتع بالبيف، بس في نفس الوقت انا عايز اسمع حاجه تانية، اللي هو انا مش عايز اطول في الموضوع ده، فانا اتمنى ان هم فعلا يوقفوا. هو بيقول ان هو مش هيرد عليه، ممكن مروان موسى اللي هو يعني يرد عليه، مع اني ما اعتقدش مروان موسى هيرد عليه، لان المره اللي فاتت هو ما ردش عليه اصلا يعني، ما ردش عليه اولاني عشان يرد عليه تاني كده، ودلوقتي هو بيقول له خش لي باتل، ان هو عايزه يبقى فيس تو فيس، ده على حسب يعني اوكي. فبالنسبه ان مروان موسى يباتل حد ما اعتقدش، لان مش كل من غنى راب يقدر يبقى فريستايل يعني، فريستايل كده اللي هو اسمه ايه بي اللي هو يرتجل او زي ما بيسموه ايه، اللي هو يطلع كلام فيس تو فيس، اللي هو انت قدامك حد مثلا تقعد تتكلم عن لبسه ومش عارف ايه، الباتلز اللي هي بتبقى موجوده بالنسبه للراب بيقعدوا يتكلموا كده مثلا اللي هو يتريقوا، وبرده البيت بوكس احيانا برده بيباتلوا كده مثلا، يتكلم عن لبس مثلا وفي تريقه او اي حاجه او كاب او اي بتنجان اوكي. فانا حوار ان هو يخش معاه باتل فدي استحاله صعب، وعلى ما اعتقد ان ابو الانوار بينتهز الفرصه في الحته دي يعني، انت لما تيجي تباتل حد، باتل حد يبقى اصلا باتلر مثلا زي ام سي هوك مثلا، ام سي هوك تقريبا باتلر تقريبا على حد يعني اوكي، ممكن الناس اللي هي جامده فشخ
ارسنال الناس دي فاهم. ارسنال اصلا هو بولون وانا عارف ان هم اصلا يعتبروا زي اخوات يعني، حتى انا سمعت او اتفرجت على لايف. بس بالنسبه كباتل اللي هم يعملوا باتل بالنسبه كشغل هيبقى حلو فشخ وهيعملوا ضجه بالنسبه لارسنال وبولون، بس بعدها مش هيبقوا مش هيبقى في مشاكل. اوكي على حسب الكلام اللي انا سمعته من ارسنال اصلا، وبالنسبه له ابو الانوار ايه بالظبط. اوكي معنى يعني ده كان راكت او تحليل. اوكي على حسب مش عارف انتوا عايزين تقولوا ايه، بس هو تقريبا تحليل يعتبر تحليل لان في حاجات اتكلمت فيها كتير. اوكي بالنسبه للمافيا والحاجات دي الناس لو مش عارفاها فدي مافيا، مافيا ما لهاش اصول ليها قوانين، انت دخلت المافيا خلاص مش هينفع تطلع. اوكي لو ما بتكلم عن مافيا حقيقيه مش مافيا اللي احنا نعملها او جانج والشغل الهبل اللي احنا بنعمله على اليوتيوب. اوكي بتكلم على الحاجات اللي فعلا حقيقيه. اوكي فانا بالنسبه لي كمعاني يعني لو احنا بنتكلم عن المعاني بتاعت الكلام ونتكلم عن مافيا مافيا ف يعني لا. بس هو كدس بصراحه هو حلو زي الدس برضو بتاع مروان موسى انا كان عاجبني فشخ، والدس بتاع الجوكر عامه كلهم جامدين فشخ بصراحه. البيف اللي بيحصل حاليا جامد فشخ. اوكي بس في نفس الوقت زي ما انا شرحت اللي هو اوكي انا مستمتع باللي هم بيعملوه، بس في نفس الوقت اللي هو بتمنى ان هم يعني يعملوا فيت مع بعض يعني يغنوا مع بعض يبقى احسن، هيبقى احسن على ما اعتقد هم يعني. استنوا بس عشان في ممكن اللي انا بقوله ده ممكن يحصل. اوكي ممكن يكون هم عم بيعملوا كده اوكي وفي الاخر بعد فتره تلاقيهم يتصالحوا اوكي بعد كده يعملوا فيت مع بعض عشان يعملوا ضجه فاهمين. ولو هم عملوا البيف ده عشان يعملوا الحوار ده يبقى هم كدماغ بيزنس جامدين فشخ بصراحه. لو هم بيعملوا البيف ده عاملينه ما بينهم ما بين بعضهم، دخلوا الجوكر دخلوا الناس دي عشان فيما بعد قدام وهم مخططين مثلا الحاجه دي ان قدام هيحصل فيت مع بعض عشان الناس تروح تتفرج ايه ده هم عملوا فيت مع بعض بعد البيف اللي حصل ده فاهم. الناس هتبقى عايز تعرف اللي هو القصه بقى وراها ايه فاهم. هيبقوا جامدين فشخ كبزنس، هيبقى جامد فشخ. والفيديو او الاغنيه اللي هنزلوها فيت مع بعض الاغنيه دي في خلال تقريبا ساعه او ساعتين تقريبا هيبقى كم مليون كده اللي هو بوم في خلال تقريبا هو يوم 24 ساعه هيبقى مثلا 4 مليون تقريبا الاغنيه اللي هم عملوا فيت مع بعض بعد البيف اللي هم بيعملوه ده. واو ما علينا لان الناس دي مش بتعمل حاجه كده يعني. الناس دي مش هبله على فكره يعني. بالنسبه لابو الانوار ابو يوسف الناس دي لو يعني بتعمل حاجه دي عشان اول حاجه الدس اولا هو وجع دماغ اوكي بالنسبه لهم اوكي وجع دماغ في نفس الوقت مكسب وفي نفس الوقت يعني مكسب يعني بيزنس اوكي فهم مش هبل. فلو هم عملوا كده بسبب ان هم يعملوا بعد كده في دي انا اتمنى انا كل فيديو بقول كده انا كل فيديو بقول انا حاسس ان هم يعملوا فيت مع بعض اوكي فخدوها مني كلمه انا هو بقولها. احنا في اول السنه اوكي في اول شهر في اول سنه اوكي في اول ايام بتاعت السنه انا قلتها شوفوا بعد كام شهر اوكي انا لسه بسمع عربي جديد بس قدام انا مش عارف عندي احساس كده ان هم يعملوا فيت مع بعض. ولو حصل فيت مع بعض ابقوا تعالوا يعني بص انا مش عارف اعمل ايه يبقوا روح اكتبوا لهم انا قلت كده. ما علينا خلينا نقفل الفيديو على كده. اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد واقول لكم يلا تشوس.